بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. إلى رياحين الثورة، الأمهات والأخوات، المعتقلات، في سجون الجور والظلم الخليفي، رسالتكم وصلت، وأنا هنا لأسجل موقف معكم. نعاهد الله ونعاهدكم ألا نتخلى عن قضيتكم ولا عن القضايا الحقة التي من أجلها اعتقلتم وعذبتم. ولأحبتي الأخوة المناضلين، يقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فلنتحمل المسؤولية الأخلاقية ولنعمل بما يمليه علينا تكليفنا الشرعي تجاه نصرة المظلومين ومقارعة الظلمة الخليفيين، الذين ما إن نسير على الطريق الحق الإلهي سنرى أنهم فعلا أوهنوا من بيت العنكبوت. الحق منتصر إن شاء الله والباطل زاهق. هذه هي عقيدتنا، وهذا ما وعد الله أولياءه، ولا مبدل لكلمات الله.